يبدو أن هناك لعنة ما تصيب كل من يجسد البطل الخارق سوبرمان، تحديدا عبر شاشة السينما. والدليل على هذا عدد الضحايا الذين انتهت حياتهم بشكل مأساوي، إما بسبب تجسيدهم للبطل القادم من كوكب كريبتون ممثل القيم الأمريكية، أو من شارك في أفلامه. سمعنا كثيرا عن نعلة الفراعنة، البعض يؤكد أنها حقيقة والبعض الآخر يرى أنها أسطورة قديمة ظهرت لحماية الآثار من العبث بها من قبل اللصوص. ولكن هل سمعت عن لعنة سوبرمان؟ في كتاب هوليود والقوة الخارقة تقول الكاتبة شيري هانسون تايجر أن جميع الممثلين الذين قاموا بأدوار البطولة في أفلام الخيال والقوة الخارقة والرعب في فترة الخمسينات والستينات ماتوا جميعا في عمر الأربعين. لم تكن تلك الكلمات التي كتبتها ستيجر مجرد كلام، ولكنها قامت بتوثيق ذلك، حيث تقول أن جميع الممثلين الذين قاموا بتلك الأدوار كانوا يتمتعون بصحة جيدة قبل الوفاة وماتوا في ظروف غامضة. وأحدث الكتاب ضجة كبيرة في هوليوود آنذاك. وأشارت الكاتبة أن أدوار الشر والشياطين والقوة أصابت كل من قاموا بها بالموت، فنجد نجم هوليوود الشهير جورج ريفيرس والذي اشتهر في المسلسل التلفزيوني مغامرات سوبرمان وفيلم سوبرمان أند مو أند مان عام 1951. لعنة سوبرمان مصطلح يعرفه عشاق الكوميكوس والبطل الخارق الذي يمر 80 عاما على ميلاده. البعض يعتبر هذه اللعنة سلسلة من الصدف، والبعض الآخر يراها حقيقة وليست مجرد حظ سيء. فلعنة سوبرمان لاحقت صانعيها من البداية، جيري سيجل وجوش شوستر المسؤولان عن كتابة ورسم قصص سوبرمان، حيث باع حقوق الشخصية لشركة دي سي لقصص الكوميكس مقابل مبلغ زهيد $130 فقط. ورغم أن هذا المبلغ كان يعد وقتها كبيرا، إلا أنه لا يغطي القيمة الحقيقية، ولذا عاش حياتهما في حالة أقرب للفقر والإفلاس، بينما أفلام سوبرمان تحقق أكواما من المال. بالتالي أثر هذا عليهما صحيا ونفسيا. جوش شوستر عانى العديد من الأمراض والمشاكل الطبية، وكان يصارع للعثور على تكلفة العلاج، بينما سيجل كان يشعر بالمرارة على المبلغ الزهيد الذي حصل عليه. وقال سنة 1975: لا أتحمل رؤية قصة واحدة لسوبرمان، هذا ما يشعرني بالمرض، أنا أحب سوبرمان ولكن بالنسبة لي أصبح شيئا غريبا. وفي 16 يونيو عام 1959 خرج ريفز مع خطيبته ليونور ليمون لحضور حفل، وعندما عاد إلى منزله كانت لعنة سوبرمان في انتظاره، حيث عثر عليه مقتولا برصاصة في رأسه في غرفة نومه، وتوفي عن عمر يناهز 45 عاما. وكشف تقرير الطب الشرعي أنه انتحر، ولكن بعد ذلك عثر على رصاصتين إضافيتين في غرفته، ولا يزال السبب الحقيقي لموت ريفز لغزا محيرا. ومن شدة غموض طريقة موته استخدمت في فيلم هوليوود لاند والذي عرض عام 2013 بطولة الممثل بن أفليك وأدريان برودي. وبعد وفاة جورج ريفز حل محله الممثل الأمريكي كريستوفر ريف، وقام بأداء سلسلة من أفلام سوبرمان على مدار تلك السنوات 1978 و80 و83 و84 و87. ومن المواقف الطريفة التي حدثت لريف عندما أسند إليه الدور، كان جسمه ضئيلا فطلب منه ارتداء عضلات وهمية تحت بدلة سوبرمان أثناء التصوير،
ولكنه رفض وقام بتدريب لمدة شهرين متتاليين على يد بطل رفع الأثقال البريطاني ديفيد براوز في ذلك الوقت، حتى أصبح جسده مناسبا للضوء. ولكن لم يستمر كثيرا حتى أصابته لعنة السوبرمان، وأصيب هو الآخر بشلل تام بعد سقوطه من فوق حصان عام 1995، وظل على كرسي متحرك لا يتكلم إلى أن توفي في 10 أكتوبر 2004. كما توفي الطفل لي كويغلي الذي لعب دور سوبرمان، وهو طفل رضيع في المشهد الذي يخرج فيه من سفينة الفضاء وهو لم يتجاوز 14 عاما. وأصيب كذلك الممثل الكوميدي ريتشارد بريور بكسر في العمود الفقري بعد أن قام بدور سوبرمان الثالث، وعاش آخر أيامه في عزلة عن الجميع، ولكن لا يستطيع الحركة إلى أن توفي. على الرغم أن شخصية سوبرمان كانت رمزا للقوة الخارقة والخير، إلا أن كل ما اقترب في الواقع من هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بتلك الشخصية أصابتهم اللعنة. فأصيبت فالينيت ريف زوجة الممثل الأمريكي كريستوفر ريف والذي لعب دور البطولة سوبرمان في 4 أفلام بسرطان الرئة حتى قضي الموت عليها. ولم تنجو حبيبة سوبرمان الممثلة مارغريت كيدر، حيث أعلنت إفلاسها بعد أدائها هذا الدور إثر تعرضها لحادث سيارة أفقدها القدرة على الحركة والتمثيل عام 1990. ولم تتوقف الكوارث إلى هنا، حيث أصيبت بكسر في الحوض نتيجة تعرضها لحادث آخر عام 2002. كريستوفر ريفر أحد أشهر ضحايا اللعنة، فهو أشهر من قام بدور سوبرمان في السبعينات، وكان يعد النموذج لمن يريد أن يكون سوبرمان، وحقق شعبية هائلة وقتها. وعلى عكس سابقيه، كان يؤدي الشخصية الرئيسية في السينما في 3 أفلام متتالية، لكنه لقي نهاية حزينة بسقوطه من حصانه عام 1995 وإصابته بالشلل. وحتى مع ذلك لم تنتهي قصته مع اللعنة بعد، فعلى الرغم من نجاته بحياته ومحاولته العمل الخيري لمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، جاءت إصابته بعدوى وحصل على أدوية ومضادات حيوية تفاعلت بشكل خاطئ مع جسمه، مما أدى إلى تدمير صحته بدلا من تحسينها، فمات في 10 أكتوبر 2004. شارك الممثل في 4 أفلام عن سوبرمان ابتداء من سنة 1978 والذي وقع بأثناء ركوبه للحصان وأدى إلى شلله من العنق وحتى أسفل جسده. كريك ألين: أما لعنة سوبرمان بين الممثلين فحدث ولا حرج. فالممثل كريك ألين أول من قام بالدور في الأربعينات من القرن الماضي في مسلسل تلفزيوني أصابه النحس، وبعدما كان نجما في هوليوود عندما تم اختياره للضوء أصبح بالكاد يجد عملا بعد نهاية المسلسل، قائلا: لا أستطيع العثور على عمل آخر، ولا يوجد استوديو واحد يريد منحه عملا سوى أدوار جانبية أو تكرار لأفلام سوبرمان أخرى، وأحيانا كان يظهر في أفلام في أدوار ولا يتم كتابة اسمه. جسد كريك ألين سوبرمان في فيلمين ذات ميزانية إنتاجية منخفضة في الأربعينيات من القرن الماضي، ولكنه عانى من بعدها في العثور على وظيفة مناسبة، حتى شارك بالأداء الصوتي في عدد من الإعلانات التجارية. وأصيب كريك ألين أخيرا بمرض زهايمر وتوفي عام 1999 عن عمر يناهز 88 عاما. لي كويجلي: أما القصة الأكثر مأساوية مع لعنة سوبرمان فكانت قصة الطفل سوبرمان واسمه الحقيقي لي جون كويلي، وهو أصغر شخص يؤدي الدور،
حيث تم اختياره للعب دور سوبرمان وهو طفل رضيع في بداية فيلم سوبرمان عام 1978. ورغم أنه ظهر على الشاشة لوقت قصير، إلا أنه كان كافيا لإصابته بالعنه، حيث مات في سن 14 عاما نتيجة استنشاقه للغاز السام. والسبب أنه كان مدمنا على استنشاق المذيبات والمواد الكيماوية نتيجة إصابته بالاكتئاب لمعاناته من المضايقات والسخرية من زملائه في المدرسة. لعب لي كويجلي دور سوبرمان وهو رضيع في فيلم من إنتاج 1998، ولكن عام 1991 توفي عن عمر يناهز 14 عاما. جورج ريفرز الممثل الذي لعب الدور في الخمسينيات كان أول من يعتقد أن هناك لعنة سوبرمان. في الحقيقة بل إن المصطلح نفسه هو من اخترعه، حيث لم يجد عملا بعد أدائه الدور مثل كريك ألين تماما. وفي عام 1959 تم العثور عليه ميتا بالرصاص بعد معاناته الاكتئاب والفقر، وتم تسجيل الوفاة كانتحار. جسد جورج ريفرز سوبرمان في بداية في فيلم يحمل سوبرمان عند دي مولمان من إنتاج 1951، ثم انتقل لتجسيده للشخصية في مسلسل تلفزيوني بمغامرات سوبرمان. وانتهى الحال بجورج ريفرز بأن أصبح عاطلا عن العمل، وبعد أيام من زواجه تم العثور على زوجته وبجواره بندقية، وهو ما أثار شكوك انتحاره. مارلون براندو الممثل الكبير والذي أدى والد دور سوبرمان في الفيلم عام 1998 لتتوالى النكسات بعد هذا الدور، وليمر من بعدها بالعديد من المآسي في حياته، ومنها انتحار ابنته عام 1995 ووفاته في 2004 إثر فشل الجهاز التنفسي نتيجة تليف رئوي وفشل احتقاني في القلب. الممثلة مارغريت كيدر لعبت دور الصحفية في لويس لاين حبيبة سوبرمان في 4 أفلام، لتمر من بعدها بالعديد من الأزمات في حياتها، منها قلة تلقيها لعروض التمثيل وإدمانها للمخدرات وفقدانها لأسنانها حتى توفيت في حادث سير. مارغريت كيدر نجمة سوبرمان التي قامت بدور البطولة أمام كريستوفر ريفر ربما كانت أكبر من أصيب بلعنة سوبرمان، ومع ذلك ظلت تنكر هذا حتى وفاتها عن عمر يناهز 69 عاما. مارغريت كيدر كانت في مرحلة نجومية من حياتها، لولا أن مخرج سوبرمان تشاجر معها فكانت النتيجة أن قام بحذف أغلب مشاهدها من الفيلم، وخرجت هي من الفيلم بلعنة ألا تجد دورا جديرا بها لبقية حياتها. لكن توابع اللعنة لم تقف معها هنا، حيث لازمتها حتى النهاية. كيدر حاولت الصعود للنجومية أكثر من مرة، لكن الإحباط الذي لقته نتج عنه الإدمان، ثم انهيار زواجها وخسارتها معظم أول أموالها، كما أثر هذا على حالتها النفسية، والتي أصيبت بمرض نفسي هو اضطراب الشخصية. وفي عام 1996 بعد انتهاء من تصوير دورها في المسلسل التلفزيوني صغير، اختفت تماما وظلت مفقودة الأيام حتى تم العثور عليها بعد 4 أيام تحديدا، وكانت في حالة هستيرية وتتصرف بخوف، حيث وجدتها الشرطة مختبئة بين الأشجار، وكانت ملابسها متسخة وتعاني الجوع. وبسبب حالتها الصحية تلك لم يعد هناك من يريد توظيفها في أي دور، لدرجة أنها اضطرت لتتخلى عن منزلها وأصبحت لفترة من المتشردين. مارغريت كيدر قالت سابقا في حوار مع مجلة بيوبول، سبب كل مشاكل كانت هذه الحالة من التأرجح المزاجي التي كان يمكنها الإطاحة بممنع.
هذا المرض الذي أصاب 9 ملايين أمريكي، وجعل مارغريت كيدر من النشطاء في مجال التوعية بخطورة المرض. كان سبب إصابتها به فيلم سوبرمان، ومات له من حظ سيء. وقالت أيضا عن مرضها ومعاناتها: إنه من الصعب أن تقنع شخصا مهووسا بأن هناك شيء خاطئ في حياته، لا تكون هناك رغبة في النوم، كذلك تمتلئ رأسك بالأفكار سواء التافهة أو المهمة في وقت واحد. ومن أسوأ المواقف التي تعرضت لها الممثلة أيضا بعد ذلك هو ما حدث لها في مطار لوس أنجلوس، حيث كانت تنتظر طائرتها، وبينما هي واقفة ظلت تنتابها أفكار بأن زوجها الأول الروائي توماس ماكوان والمخابرات الأمريكية يريدان قتلها. وبلغ منهما الأمر أن أبلغت صحفيين من قناة تلفزيونية قائلة: زوجي السابق استأجر أشخاصا لقتلي. بينما المذيع تيد هال قال بعدها: كان يمكنني بوضوح رؤية أنه لا توجد هناك مؤامرة، هذا الأمر حزين، كانت تبدو متسخة ومتعبة. وفي حوار صحفي آخر لها، قامت بإلقاء حقيبة يدها أمام الصحفي لأنها كانت تؤمن بأن هناك قنبلة فيها. أما عن فترة بقائها في الشوارع فحكت مارغريت كيدر لمجلة بيبي وول بأنها كونت صداقات مع متشردين آخرين، وقالت: كان بينهم شخص يدعى شارلي وكان صديقا مقربا، وأعطاني مكانا أنام فيه على كرتونة على الأرض على جانب الطريق، وكان يعتني بي وأنا مريضة أشعر بالجوع والبرد، وعندما كنت أصاب بنوبات الرعب كان يبقى معي ويمسك بيدي حتى أهدأ. ولكن حتى بعدما عادت لعائلتها كانت ترفض العلاج بشكل طبيعي، كانت لا تريد تناول العقاقير لأنها كانت قريبة من الحد الأدنى لدرجة التسمم. وبدلا من تناول الدواء المعتاد قامت باللجوء للمعالجة الكندية إلينا كريبين التي تخصصت في العلاج بالإبر والعلاج النفسي للقضاء على نوبات الفزع والبارانويا. ورغم أن العلاج غير تقليدي لكنه ساهم في تحسينها بشدة، حتى استعادت مارغريت كيدر توازنها وأصبحت من النشطاء الذين يجمعون التبرعات لمساعدة المرضى بنفس المرض وزيادة الوعي بخطورته. شارك الممثل الكوميدي ريتشارد براير في الجزء الثالث من أفلام سوبرمان عام 1983، وبعد مرور 3 سنوات فقط من إنتاجه أصيب بتصلب في الشرايين حتى توفي سنة 2005 عن سن يناهز 65 عاما إثر سكتة قلبية. ويجسد سوبرمان في السينما الممثل البريطاني هنري كافيل في أفلام مجموعة من أفلام سوبرمان آخرها باتمان كونتر سوبرمان. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.